وللمزيد من المتابعة والتحليل حول آخر التطورات في لبنان ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت السيد علي يحيى الكاتب والمحلل السياسي. سيد علي، أهلا بك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونتحدث عن آخر التطورات وماذا حدث في ضاحية بيروت الجنوبية يوم أمس. طبعا بداية بعد تحية لكم، تحية المشاهدين ورحمة لشهداء لبنان وشفاء للجرحى. يعني لو بدنا نحط نحن أو ما نبلش السياق، سياق بدأ أو المرحلة الجديدة بدأت تتغير منذ عملية أو منذ أحداث مجد الشمس وعودة بنيامين نتنياهو من الكونغرس، وبدء الارتقاء في العمليات، عمليات بالضاحية، عمليات اغتيال بالضاحية، عمليات اغتيال بطهران، وقبل عملية الحديدة، ثم وصولا إلى يومي الثلاثاء والأربعاء أو مجزرتي أو العيون، المجازر التي هدفت إلى اغتيال 5000 شخص في دقيقتين، وصولا حتى العملية التي نفذت قبل يوم في الضاحية والتي تهدف من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو إلى إحداث الانزياح نحو اعتبار الجبهة اللبنانية هي الجبهة الأساسية في الحرب اليوم، وأيضا هدفت العملية إلى إيذاء حزب الله ومحاولة فصله بقوة الاغتيالات والحديد والنار عن إسناده لجبهة قطاع غزة. يبدو أنه تم اختيار هدف بعد الحصول على معلومات، وتم تنفيذ هذه العملية التي تعتبر عملية يمكن أن نقول أنها نوعية في نوعيتها، والتي تخدم أهداف بنيامين نتنياهو والسياق الذي يهدف من خلاله بنيامين نتنياهو إلى أحداث هذا الانزياح. ولا شك أنه التبعات حتكون كبيرة بعد هذه العملية، وأيضا بعد عملية يومي الثلاثاء والأربعاء. العملية يعني يمكن اللي تابعنا هي كانت بالضاحية الجنوبية حتى اللحظة في حوالي 40 شهيد، 20 منهم تقريبا من المدنيين اللبنانيين، إضافة إلى عشرات الجرحى. جزء من الشهداء والمفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. أعلن حزب الله حتى اللحظة عن حوالي 13 من قياداته ومن مقاتليه قد سقطوا خلال هذه العملية، جزء منهم من قيادات وعناصر وحدة الرضوان، وهي الوحدة المعنية بتنفيذ عمليات هجومية وتحديدا عمليات الدخول وتحرير الجليل. نعم، طيب، هل سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل سيد علي بسياسة ناجحة في التعامل مع حزب الله أو المقاومة بوجه عام؟ يعني يمكن أن تكون هذه السياسة ناجحة لو هي في مواجهة تنظيم وليد، يعني كما يحدث في الضفة الغربية التي تستخدم فيها سياسة جذب العشب لمحاولة منع الفصائل الفلسطينية أو الخلايا الفلسطينية المتشكلة في الضفة من بناء هيكلية متكاملة. أما فيما يخص حزب الله فهو قد بنى وخلال العقود الماضية هيكلية مؤسساتية متكاملة. أي غياب لأي قيادي في هذا الحزب يمكن استبداله بقيادي آخر بسبب وجود عدد كبير من القيادات الذين أبرزتهم المعارك التي خاضها حزب الله خلال العقود الماضية. بالتالي حزب المقاومة اللبنانية لا تعاني من أزمة قيادة، والقدرات الاستراتيجية والأصول الاستراتيجية التي يعتمد عليها حزب الله لم تتأثر من خلال عمليات الاغتيال التي تنفذ. نعم، عمليات الاغتيال يمكن أن تؤدي إلى خسائر معنوية، يمكن أن تؤدي إلى ممكن التأثير على عامل الروح المعنوية وعامل الثقة نوعا ما، لكن هذا ما
يمكن أن يتم علاجه بشكل سريع، وبدليل أن الاغتيالات التي نفذت خلال الأشهر الماضية ضد قيادات في حزب الله كالقيادي فؤاد شكر لم تؤدي إلى التأثير على منظومة القيادة والسيطرة لحزب الله، بدليل أنه استمر في الرفع من منسوب عملياته وصولا إلى هدفه الذي وضعه منذ بداية الحرب أن يكون لبنان جبهة إسناد لقطاع غزة. طيب، ولكن سيد علي، يعني يومي الثلاثاء والأربعاء كما ذكرت حضرتك تم تدمير وسيلة التواصل الأشهر بين عناصر حزب الله، هل يستطيع أن يتجاوز هذا حزب الله أستاذ علي؟ يعني هي مش المرة الأولى التي تهدف فيها أو التي تنجح فيها إسرائيل في اختراق منظومة الاتصالات. يعني يعتمد حزب الله بشكل كبير على منظومة اتصالات أرضية تم اختراقها وتم علاج هذا الاختراق، وأيضا اللجوء إلى اعتماد شبكة اتصالات بديلة. حتى شبكة الاتصالات البديلة التي اعتمدت أيضا خلال الطوفان الأقصى أيضا تم اختراقها، وأيضا تم اللجوء إلى وسائل اتصالات أخرى بديلة. طبعا الاختراق الذي حدث يومي الثلاثاء والأربعاء هو اختراق استخباراتي أمني أكثر منه اختراق تقني، إذ أنه هيدي العملية التي تم التحضير لها منذ سنوات عبر إقامة شركات وواجهات وهمية في أوروبا أدت إلى الحصول على معلومة بأن هناك جهة في لبنان تسعى إلى الحصول على أجهزة بايجر، وبالتالي تم اختراق سلسلة التوريد وتفخيخ هذه الأجهزة. وبالتالي هو ليس يعني اختراقا تقنيا سيبرانيا كما يشاع في الإعلام، هو اختراق للمعلومة واختراق استخباراتي أمني. وبالتالي هيدا طبعا لا شك دفع أو سيدفع حزب الله إلى التشدد في هذا المجال ومراجعة بعض الإجراءات الأمنية، وأيضا سيدفع هذا إلى أيضا إلى التواصل أو الاعتماد على تواصل بشري أكثر من اعتماده على التواصل التقني بسبب القدرة التقنية التكنولوجية الكبيرة لإسرائيل. نعم، طيب لو تحدثنا سيد علي عن تطورات الأحداث في الأسابيع الماضية، ودائما هناك يعني تحذير من خطورة تصعيد الموقف وتوسيع الحرب، يعني تصبح حرب إقليمية، هل بوجهة نظرك سيد علي إسرائيل تريد هذا التصعيد؟ يعني بداية أنا بتقديري دولة الاحتلال حتى اليوم هي لا تمتلك القدرة والتوافق والإجماع على الذهاب باتجاه فتح جبهة شاملة مع لبنان على الأقل بالتوقيت الحالي، لأنه شفنا نحن خلال الفترة الماضية كان في خلاف وإن كان في إجماع بين المستوى السياسي والأمني على وجوب علاج أو إيجاد حل لمشكلة الجبهة اللبنانية، لكن هناك خلاف حول كيفية هذا العلاج، هل يكون بالذهاب إلى مواجهة فورية أو انتظار ترميم الجيش 3 أشهر إلى 5 أشهر ثم الذهاب باتجاه فتح جبهة مع لبنان. وطبعا هذا لا يعني فتح جبهة شاملة، إنما يمكن أن تكون مناورة برية محدودة أو رفع مستوى الاشتباك أو تنفيذ عملية جوية ضد مئات أو آلاف الأهداف في وقت واحد. ولعلاج هذا الخلل وهذا الخلاف حول كيفية علاج الجبهة اللبنانية ذهب بنيامين نتنياهو ومن معه إلى التعويض عبر تنفيذ سلسلة هجمات وعمليات كمحاولة للتعويض ولإيذاء حزب الله ولدفعه إلى الفكاك عن جبهة إسناد غزة، وبالتالي فرض فكفكة الترابط بين جبهة لبنان وجبهة غزة بالحديد والنار والاغتيالات. وبالتالي هون يمكن هذا بيخدنا على تكتيك ضبط النفس الذي يعتمده حزب الله. المقاومة اللبنانية حتى اليوم وهي التي تعمل على مسار استراتيجي تعتبر أنه
ستكون نتيجته تحرير الجليل والمعركة الكبرى. هي لكنها حتى اليوم تعتمد على ضبط النفط لتجاوز إشكالية البدايات وتجاوز إشكالية من سيبدأ الحرب أولا. طبعا ما تقوم به دولة الاحتلال هي تمهد الأرضية وتدفع حزب الله إلى الفكاك من بعض القيود التي فرضها على نفسه، وبالتالي بعد عملية الثلاثة والأربعة وبعد عملية الاغتيال بالضاحية قبل يوم وتجاوز الخطوط الحمراء، كل الخطوط الحمراء، هذا دفع حزب الله إلى أخذ القرار باتجاه تنفيذ عمليات انتقام لترميم الردع والمعنويات وأيضا لاستعادة زمام المبادرة، وبالتالي هذا سيكون عبر تنفيذ عمليات غير مسبوقة، عمليات استثنائية من حيث نوعيتها كاستثنائية العمليات التي نفذتها إسرائيل. وإلى أي مدى يستطيع الرد من حزب الله أن يصل إلى إسرائيل أو يحدث تأثير على السياسة الإسرائيلية؟ يعني بتقدير من منذ الثمانينات يعني نجح حزب الله في إحداث صدمة في مراحل عديدة. يعني أنا يمكن بعطي مثل ب 82 نعم. وبعد اجتياح بيروت وبعد تنفيذ مجزرتي صبرا وشتيلة حدث هناك انهيار معنوي لدى المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، هذا دفع حزب الله إلى الذهاب باتجاه تنفيذ عمليات نوعية لاستعادة المعنويات والردع. نفذ عمليات ضد قوات حل شمالي الأطلسي أدت إلى 241 جندي قتلوا في دقيقة واحدة، إضافة إلى أنه نفذ أيضا عملية فدائية في جنوب لبنان وهي كانت العملية الفدائية الأولى في العالم العربي والإسلامي، قتل فيها 91 جندي وضابط إسرائيلي ومائة جريح. هدفت العملية إلى ترميم المعنويات، إلى استعادة الردع وإلى الانتقام. وبتقديري أن حزب الله اليوم هو سيلجأ إلى هذا التكتيك، إلى أحداث صدمة كمحاولة للتعويض، وسيستخدم جزء من أصوله الاستراتيجية أو جزء من خططه التي وضعها لحالات مشابهة، لأنه هو خلال الفترة الماضية كان يلجأ إلى المحافظة على قواعد اشتباك محددة وإن كانت متغيرة في بعض الحالات، إلى المحافظة على ستاتيكو الاشتباك التقليدي عند الحافة الحدودية، طبعا بالتوازي مع ما يقوم به في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. لكن اليوم بعد العمليات التي نفذت كان هناك تجاوز للخطوط الحمراء، سيدفع الحزب إلى أيضا تجاوز الخطوط الحمراء وتنفيذ عمليات غير تقليدية. كيفية هذه العمليات التقليدية، آليات العمليات الغير تقليدية، ماهية العمليات الغير تقليدية، توقيت العمليات الغير تقليدية، لا نعلم بعد كيف ستكون وأين ستكون. طبعا هذا يترك إلى الأيام. نعم. أخيرا أستاذ علي، يعني هل الشارع اللبناني، مواطن اللبناني، يرى أن ممكن أن يقوم حزب الله بعملية مضادة أو عملية نوعية تعيد التوازن مرة أخرى، أو يعني هل الشارع اللبناني يعني مهيأ أو مش مهيأ، ولكن يعتقد أن حزب الله قادر على فعل ذلك؟ يعني اليوم يمكن بعض العمليات التي نفذت والتي أوجدت حالة تعاطف وتفاعل غير مسبوقة خلال العقود الماضية في لبنان، تحول أو أصبح الشارع اللبناني ضاغطا، أو جزء كبير من الشارع اللبناني أو معظم اللبنانيين يضغطون على حزب الله للانتقام ولرد الاعتبار. وشفنا يمكن حتى خطاب الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية اللبناني في مجلس الأمن الدولي أنه كان خطابا متقدما متحفزا يعطي المشروعية لحزب الله في الرد، وبالتالي نحن مقبلون على رد قد حاز بداية على الشرعية والمشروعية الشعبية وأيضا على الغطاء الشرعي اللبناني. الشكر الجزير للسيد الأستاذ علي يحيى، الكاتب والمحلل السياسي، عبر سكايب لإكسترا نيوز. شكرا جزيلا لك.